بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا ونحن في بدايات تدبرنا لسورة الأعلى، هذه السورة التي هي من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحاول أن نتلمس أوجها للتناسب والترابط ما بين مفتتحها وختامها، وما بين ما قبلها وما بعدها في ترتيب المصحف. سورة افتتحت بالتسبيح، سورة روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يحبها ويقرأ بها في التهجد وفي العيدين وفي الجمعة وفي الوتر. سورة لها من الفضائل والخصائص والمواصفات العظيمة والمقاصد البليغة التي أراد القرآن أن يوصلها للمؤمنين. ولنا أن نفهم ونتوقف عند هذه النقطة. هي في بدايات نزول القرآن، ولكنها في ترتيب المصحف في الختام في الجزء 30. هذا له مدلول عظيم، أن ما احتاج إليه المسلمون الأوائل الذين أنزل القرآن على قلوبهم أولا، هو بالذات ما يحتاج إليه المؤمنون بهذا الكتاب العظيم وبهذه الرسالة العظيمة الخالدة في أواخر الزمان. الرسالة واحدة ما تغيرت، مقاصدها واحدة ما تبدلت، وكذلك الوسائل التي يحتاج إليها الفرد والمجتمع لتحقيق هذه المقاصد واحدة. هذه القضية لها مدلول عظيم، ولها كذلك أهمية كبيرة في تدبرنا لهذه السورة المباركة. السورة المباركة حين نقلب في مقاصدها ومعانيها سنجد أنها تتكلم عن طهارة النفس وتزكية القلب، وهي قضية محورية في كتاب الله ومقصد عظيم من مقاصد هذه الرسالة العظيمة في كتاب الله. وكما ذكرنا نحن نتكلم عن سورة هي من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تبدأ بالتزكية؟ أكيد قضية التزكية قضية محورية في حياة الفرد والمجتمع، لا يستغني عنها الفرد ولا المجتمع، في البناء، في العمران، في الاستخلاف الذي هو مقصد الإنسان على هذه الأرض، المقصد والغاية من خلق الإنسان. ربي جل شأنه ما خلق الناس عبثا، خلقهم لغاية، قال إني جاعل في الأرض خليفة. ولكن هذه الخلافة بمسؤولياتها ومقاصدها ودقائقها وتفاصيلها لا تقوم بها نفس لم تستطع ولم تتمكن من أن تزكي ذاتها. تدبروا معي في الترابط. الاستخلاف على الأرض وفي الأرض وإعمار الأرض ومسؤولية القيام بهذه المهمة العظيمة بكل أشكالها وتفاصيلها، من نهي عن الفساد وأمر بالصلاح بكل صوره وأنواعه، هذا لا يستطيع الإنسان أن يقوم به دون أن يزكي نفسه. قد يقول قائل إذن فلينتظر الإنسان ولا يقوم بمهمة الاستخلاف حتى يزكي نفسه. أقول لك لا، لأن عملية التزكية عملية متواصلة مستمرة لا تنقطع ولا تتوقف إلا بنهاية آخر نفس من أنفاس الحياة للإنسان. لا تتوقف عملية التزكية، ولا يصل الإنسان المؤمن إلى مرحلة أو إلى درجة ومرتبة فيقول أنا اكتفيت وصلت إلى تزكية نفسي. ولذلك ترى بأن القرآن في أكثر من موضع يقول لا تزكوا أنفسكم بل الله يزكي من يشاء، نهى عن تزكية الإنسان لنفسه
بالثناء عليها ومدحها، لأن ذلك من أنواع الأشكال التي ستحجب عنك رؤية نقائص النفس وما ينقصها لأجل أن تتزكى. وهذا أيضا يرتبط بكون فعل التزكية جاء غالبا في كتاب الله جل شأنه بالفعل المضارع في الإشارة والبيان للدلالة على الاستمرار والتواصل. أنت لا تتوقف عن تزكية نفسك، زكيت نفسك خلال شهر رمضان بالصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن والصدقة والطاعات والعبادات، ثم بعد ذلك تتوقف؟ إذا ما توقف الإنسان ولو ليوم أو ساعة من نهار، بدأت عملية التزكية التي هي مناقضة لعملية التزكية. فالتزكية لا تتوقف مطلقا، ولأن التزكية لا تتوقف وحاجة الإنسان إليها مستمرة، جاء في هذه السورة العظيمة التي هي أقل من 20 آية في كتاب الله بآليات وسائط أساليب التزكية بكل أشكالها وأنواعها. ومن هنا نفهم لماذا في الجزء 30 جزء عم تقريبا قضية التزكية تشكل قضية محورية وأساسية. قد أفلح من زكاها، كثير من الآيات في السور، سور الجزء 30، تحدثنا عن التزكية بشكل مباشر أو غير مباشر، تارة باستعمال المفرد التزكية وأخرى بدون استعمالها، بمفهومها بدقائقها وتفاصيلها. هذه قضية مقصودة لذاتها، لا يمكن أبدا أن يستطيع الإنسان أن يقوم بمهمة الخلافة ومواجهة الفساد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح وإقامة العلاقات الإنسانية على نور الآيات الكريمة دون أن يزكي نفسه. وأتتنا السورة المباركة بواحدة من أعظم مفاتيح التزكية، ألا وهي إيثار الآخرة على الدنيا، التي هي في واقع الأمر أس البلاء والداء. أنت لو نظرت في معظم المجتمعات أفرادا ومجتمعات ومؤسسات، لوجدت أن العلة الأساسية وراء التردي والانحطاط والتراجع والفساد وارتفاع منسوب الفساد في الحياة الإنسانية، لوجدت أنه بالضرورة يعود إلى إيثار الدنيا على الآخرة، بمعادلة بسيطة جدا قدمها القرآن في 3 كلمات، ليست أكثر من ذلك، ولكنها تحمل كل المعاني والرسائل العظيمة التي ينبغي للعاقل أن يضعها نصب عينيه. لو كانت الدنيا من ذهب وكانت الآخرة من خزف كما يقال، لكان العاقل أولى به أن يؤثر الباقي من خزف على الفاني من ذهب. فكيف بك والدنيا ليست هكذا وليست من ذهب، بل هي تذهب وتروح بكل ما فيها، صفاؤها يعلوه الكدر، شبابها يؤول إلى الشيخوخة والكهولة، صحتها تؤول إلى المرض والسقم، أمنها واستقرارها يؤول إلى التشتت والتمزق وعدم الشعور بالأمان. إذن على أي أساس أنت وعلى أي معيار تتكئ حين تؤثر هذه الحياة الفانية على الباقية؟ سورة الأعلى تقدم هذا كمقصد من المقاصد العظيمة فيها، مع بيان كعادة القرآن الوسائل المعززة المرسخة لهذه القضية المهمة، والعلاقة الواضحة بين مفتتح السورة التي جاءت تأمر بالتسبيح، وقلنا أن التسبيح تنزيه لله سبحانه وتعالى الأعلى، الأعلى في ذاته، الأعلى في صفاته، الأعلى في أسمائه، الأعلى في أفعاله وأحكامه. وهذه القضية التسبيح والأمر بالتسبيح والتمجيد التي أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال تنزل الآية، قال اجعلوها في سجودكم،
وتأتي بعض الأحاديث والروايات وتقول أنه صلى الله عليه وآله وسلم أثر عنه أنه كان حين يقرأ عليه سبح اسم ربك الأعلى يقول سبحان ربي الأعلى، تنفيذا وتطبيقا للأمر الإلهي، الفعل فعل أمر. وكانت عادة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أنه يتأول القرآن بالتنفيذ والتطبيق مباشرة، ويعلم المتلقين هذه القضية المهمة المبدئية. فحين يأمر القرآن فيقول سبح اسم ربك الأعلى يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده. لماذا التسبيح؟ التسبيح كما ذكرنا في المرة السابقة وسنذكر كثيرا ونؤكد، ليس مجرد أن تتلفظ به بلسانك، هذا جزء أن تتلفظ باللسان، لأن التلفظ باللسان شهادة، إعلان، إعلاء لهذه الكلمة، إعلاء لأن المستحق للتمجيد والتسبيح والتنزيه والتقديس الله الرب الأعلى، ولا أحد يستحق التنزيه والتمجيد والتقديس سواه. إعلان وتصفية وتنقية لمبدأ التوحيد الأساسي الذي هو أسوة لب رسالة القرآن، وبدونه لا تستطيع أن تكون فعلا خليفة على هذه الأرض كما جاء وأمر وخلق ربي سبحانه. وبدون التوحيد لا تستطيع أن تزكي النفس، النفس كلما ازدادت توحيدا وقوة في التوحيد كلما زادت زكاة، وكلما زدتها تزكية وزكيتها بالتوحيد، بل إن التوحيد واحدة من أعظم وسائل تزكية النفوس. من هنا كان التركيز في الأدعية في الأذكار في آيات الكتاب ابتداء على كلمة التوحيد الخالدة لا إله إلا الله، وافتتحت بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله، هذه العبارة العظيمة التي يصدح بها الأذان في كل وقت وفي كل حين. هذه ما جاءت هكذا، شهادة التوحيد التي تنمي وتعزز التوحيد وتذكرك بالتوحيد، هذه لا تنفك عن عبادة من العبادة. وما بين التسبيح والتوحيد رباط قوي وثيق، التسبيح هو شكل من أشكال التوحيد، التوحيد فيه توحيد أسماء وصفات، والتسبيح تنزيه وتمجيد وتقديس لتلك الأسماء والصفات والذات لله جل شأنه، وهذا لب التوحيد، فهو قول وإعلان باللسان في ذات الوقت يعبر عما يعتقده الجنان القلب، اعتقاد القلب في ذات الوقت. من الضروري أن يقترن بالفعل والعمل للجوارح التي تشكل جنوداً لذلك القلب. تدبر في القرآن كيف يحقق الانسجام والعملية الاتساق في ذات الإنسان. الإنسان إذا لم يحقق الاتساق والانسجام في نفسه لن يستطيع أن يحقق انسجاماً ولا اتساقاً في واقعه، في أسرته، في مؤسسته، في مجتمعه. وما نراه من أشكال التضاربات المختلفة في الواقع الإنساني هو يعبر عن حالات مختلفة ونسب مخيفة من عدم الانسجام والتضارب في حياة الإنسان. والقرآن يحقق الانسجام والتضارب والاتساق ويبعدك عن كل أشكال التضارب بكل آية من آياته. تسبيح واحدة من أعظم الآليات التي تحقق ذلك الانسجام. كيف تحقق الانسجام؟ تعتقد بأن الله سبحانه وتعالى هو الأعلى جل شأنه في ذاته وأسمائه وصفاته، وتنزه وتمجد وتقدس عن كل ما لا يليق، بكل ما يليق بك كعبد. تدبر معي في مقام العبودية ومقام الألوهية، هذه هي أسس التزكية. في ذات الوقت الإنسان حين ينسجم في قلبه وعقله وسلوكه قضايا التسبيح لله سبحانه وتعالى
لا يعد هناك تضارب في حياته ولا تناقض، فيتخلص من القلق الذي هو سبب الشقاء. من هنا جاء ذكر الأشقاء في كتاب الله في سورة الأعلى. المفتاح الشقاء، التضارب والتنازع والتخالف وعدم الاتساق والتناقض في حياة الإنسان. يقول شيئا ويفعل شيئا آخر، يؤمن بشيء ولكنه يطبق شيئا آخر، يشهد بشيء وأفعاله تشهد بشيء آخر. التناقض الذي أصبح من أكبر المهددات لسعادة واستقرار وأمن الإنسان فردا ومجتمعا وأمة. ألا ترى معي أن الإنسانية تتكلم وتتشدق بخطب وكلمات عن السلام والحرية والعدالة والأمن والاستقرار، تنظر في الواقع فلا ترى مصداق لذلك، فيصبح الإنسان في تشتت، في تمزق، في تنازع، في تناقض ما بين ما يدعو إليه ويدعيه وبين ما يطبقه ويقع فيه في الواقع. القرآن أنهى هذه الإشكالية تماما حين جعل النفس الإنسانية متسقة وهي تقوم بعملية التسبيح. هنا ما يصبح التسبيح مجرد ذكر، هو ذكر ذكر، ولكن هو ما عدا مجرد ذكر، هو ذكر يذكرك بقيمتك ومهمتك ومقاصد خلقك ورسالتك على هذه الأرض. وهذا هو المطلوب. وتدبر معي في الترابط بين ما نقول وبين تلك المفردات التي جاءت محملة بها سورة الأعلى، فذكر إن نفعت الذكرى. هذه المقاصد العظيمة العليا التي فيك وإليك، أنت بحاجة إلى تذكرها. ما الذي يجعلك تتذكرها؟ الذكر الذي أمرت به، واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، لأجل أن يذكرك بكل ذلك، يذكرك بأن تمجد خالقك الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. تدبر في الترابط. ما جاء بالتسبيح معزولا عن مقتضيات ذلك التسبيح. تريد أن تعرف لماذا تسبح الله سبحانه؟ لماذا تمجده؟ لماذا تقدسه عن كل ما لا يليق؟ لماذا هو الأعلى في ذاته وأسمائه وصفاته وأحكامه؟ هو الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. كيف لا تقدسه؟ ومن هو المستحق للتمجيد والتقديس والتنزيه سواه؟ تدبر في القرآن كيف يسقط كل أشكال الوثنية والشرك بالله سبحانه قلبا وقالبا، اعتقادا ولفظا وعملا، حتى يزكي التوحيد. لأنه لا تزكية للنفس دون تزكية التوحيد. التوحيد مفتاحها، التوحيد أساس التزكية. تدبر في الترابط. سبح اسم ربك الأعلى. من هنا كان الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يحب هذه السورة المباركة لما جاءت به. ولنا أن نتساءل وكما اعتدنا في تدبرنا لكتاب الله، ما هي طبيعة الظرفية التي تنزلت فيها هذه الآية؟ طبيعة صعبة جدا. أوائل الدعوة المكية، أوائل الدعوة، في مرحلة صعبة شديدة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مرحلة بالفعل كان المسلمون فيها ضعفاء، قلة وضعفاء بالحسابات المادية، لدرجة أنهم ما كانوا يستطيعون أن يجهروا بما يتنزل عليهم من آيات الكتاب ولا يعلنون هذه الآيات، وكانوا يجتمعون في دار الأرقم كما روت الأخبار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرحلة. الشيء العجيب اللي يلفت النظر، أن تتنزل آية تقول سبح اسم ربك الأعلى، في آيات أخرى في سورة الواقع قالت فسبح باسم ربك العظيم، قال اجعلوها في ركوعكم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه سبح اسم ربك الأعلى، لما الحديث عن الأعلى في وضع وفي وقت وفي ظروف يعاني فيها المسلمون من الضعف؟
حتى يبقى المسلم يبقى المسلم دائما وأبدا، مهما كانت طبيعة الأحداث والظروف التي تحيط به، عالي الهمة، شامخ الرأس، عالي المقصد، يشعر بذاك العلو الذي أشارت إليه آيات أخرى في كتاب الله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بعد غزوة أحد وما شعر به المسلمون من ضعف وتراجع، فإذا بالآيات تتنزل تنهى عن الاسترسال في الألم والشعور بالضعف والشعور بالضيق والحزن الذي يبعث على الإحساس بالإحباط واليأس. لا إحباط مع هذا القرآن، ولا يأس مع رسالة القرآن، ولا يأس في القرآن. كيف يحرر الإنسان من قيود اليأس والإحباط والشعور بالضعف والانكماش؟ حتى لو كانت طبيعة الظروف والتحديات التي يمر بها تفرض عليه أشكال من الإحساس بالضعف. على فكرة، كان مطلوب من المسلمين أن يشعروا بالضعف في تلك الفترة، الحرب المعنوية النفسية، وهذه معروفة في علم النفس وفي الإعلام وفي وسائل الإعلام المختلفة والتعلم المختلفة، أن واحدة من الأساليب التي يسلكها الأعداء فيما حروبهم مع بعضهم البعض إضعاف المقابل، إضعاف الطرف الآخر، إشعاره بالمذلة، إشعاره بالخزي، إشعاره بالضعف، إشعاره بالمهانة، إشعاره باليأس، بالإحباط، بالحزن. هذه مثبطات. جيوش والدنيا لا تهزم في المعارك المختلفة فقط بالأسلحة المادية المعروفة، ولكن هي تهزم في داخلها وذواتها من قبيل أي شيء، من تلك الثغور، الوهن، الضعف، المذلة، الإحساس بالعجز، بعدم القدرة على النهوض من جديد. هذه كلها من الأسلحة المستعملة، وهذه كانت تستعملها قريش في مختلف المراحل ضد المسلمين. والقرآن يتنزل ويبطل مفعول تلك الأسلحة والوسائل التي كان يستعملها صناديد قريش، ويبث في المسلمين الأمل على طول الخط مهما اشتدت ظلمة الظروف التي يمرون بها، يبث فيهم عنصر القوة والإحساس بالقوة مهما بلغ ضعفهم المادي، الشعور بالنصرة وأن الله ناصرهم مهما كان هناك قد تخلى عنهم من المناصرين ومن يكون لهم من الحلفاء والموالين. هذه قضايا مقصودة في كتاب الله جل شأنه، وتدبر معي في ترتيب المصحف في أواخر المصحف، أواخر القرآن الكريم والجزء 30، حتى يعطي الأمل للمؤمنين للمتمسكين برسالة القرآن. إن في هذا العصر الذي نعيشه فيه على سبيل المثال، كثير من الناس ضعفت ثقتهم بهذا الكتاب، ضعفت ثقتهم بدينهم، ضعفت ثقتهم حتى بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. وهذا لا يليق مع تسبيح الله وتمجيده وتقديسه. تدبر معي في الربط، واحدة من أعظم أشكال تسبيحك لله وتنزيهك له، هذه من أعظم الأعمال القلبية، أن تنزه الله سبحانه وتعالى عن أن يقول قولا وأنت تفهم أو تصدق أو تظن حتى بخلافه، يقول لك يظهره على الدين كله وأنت ليس لديك أي اعتقاد بأن هذا الدين العظيم سيظهر على الدين كله، يقول لك إن تنصروا الله فلا غالب لكم وأنت تشك ألف مرة في انتصارك. هذه من الأشياء المهمة التي ينبغي أن تجدد، ونحن في بدايات تدبرنا لسورة الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى، سبحه فعلا واعتقادا، لفظا وقولا وشهادة بأعلى الصوت، ولا أقصد بأعلى الصوت أن ترفع صوتك ونبرة صوتك، ولكن أقصد
أن ترفع نبرة أفعالك وسلوكاتك لتصل إلى العالم، لتصل رسالتك للعالم، رسالة التوحيد التي ينبغي أن تعيش عليها ولها وتموت عليها وتكون آخر ما تتلفظ به من كلمات في هذه الدنيا، شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة التي عشتها حياة وسلوكا وقولا وفعلا وذكرا، الشهادة التي عشت لأجل إحيائها وإعلائها، الشهادة التي عملت لنصرتها، الشهادة التي ضحيت لأجلها. هذه الأمور تجتمع مع بعضها البعض في التسبيح. سبح اسم ربك الأعلى، تدبر معي، هذه ما عادت كلمات تسبيح فقط، هذه أصبحت منهج حياة، وهذا ما يريده القرآن، أن يصبح التمجيد والتهليل والتسبيح والتقديس الذكر منهج حياة لك، متجاوبا مع أجواء الكون الذي خلق. تدبر في الربط، الذي خلق فسوى، كل شيء في الكون يسبح. فلما أنت تسبح عقلا وقلبا وقالبا وفهما وظاهرا وباطنا وسلوكا وعملا، أنت تتسق وتتفق وتنسجم مع الكون الذي أنت فيه، الذي تعيش في رحابه، الذي ما هو إلا محراب تصدح فيه أجواء التسبيح. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، كل شيء يسبح. فلما أنت أيضا تشارك في التسبيح أصبحت منسجما مع أجزاء هذا الكون العظيم الفسيح، أصبحت على ناحية من الشفافية، بحيث أنك تلتفت إلى تسبيح الكائنات من حولك وإن كنت لا تفقه تلك اللغة. حفيف الشجر، خرير المياه، تغريد العصافير وزقزقة العصافير، شروق الشمس وغروب الشمس، النجوم في السماء والقمر في السماء، كل شيء يسبح. تدبر معي في الانسجام التام بين خلق الإنسان والكون، لا تناقض ولا صراع، الصراع أساس الشقاء. وهذه الحضارة المعاصرة واحدة من أكثر أسباب شقائها أنها تؤجج الصراع والنزاع في كل الثنائيات، بين الفرد والجماعة، بين الذكر والأنثى، بين كل شيء، بين الحب الفرد للتملك والحب الجماعة والمجتمع، ليس فيها توازن، كل شيء يدعو للصراع والنزاع. ولذلك أما تراها أنها يوما بعد يوم وكشفا بعد كشف واختراعا بعد اختراع تزيد في ترسانتها الحربية وآليات الصراع والنزاع، وتغذيها وتنميها في كل بقعة من بقاع الأرض. ما دخلت في بقعة من بقاع الأرض إلا وأججت فيها الصراع والنزاع، وما رأت متصافين متحابين متعايشين سلميا في أي مجتمع من المجتمعات إلا أوجدت بينهم بذرة الشقاق والنزاع، وغذتها ونمتها بالفتن المختلفة وأبواقها المنبثة في كل مكان. تدبروا معي في هذه المعاني، وتدبروا معي في الفارق الشاسع، ولله المثل الأعلى، بين رسالة الصراع والنزاع التي تغذيها هذه الحضارة المادية، وبين رسالة القرآن العظيمة ولله المثل الأعلى، التي تعزز وتغذي الانسجام والتوافق والتعايش والانسجام في كل شيء والاتساق بين الإنسان وذاته، وبين الإنسان والكون، وبين الإنسان والحياة، وبين كل شيء من حولنا. وهذا هو أساس السعادة والراحة والطمأنينة.
حتى بينما أطلقنا عليه قبل قليل أو ما يذكره البعض ويظن أن هناك تناقض بين الدنيا والآخرة، القرآن لا يعطيك تناقضا إطلاقا، الدنيا مزرعة للآخرة. إذن ماذا يريد مني القرآن لما يقول تؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، وتؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى؟ يريد منك فقط أن تضع الأمور في نصابها الصحيح، الدنيا دنيا فلا تؤثرها على الباقية، الآخرة فقط، من أجل إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح ليس إلا. وأنت حين تضع الأشياء في نصابها وفي مكانها الصحيح، هذا لا يعني أنك تؤجج صراعا، ولا يعني أنك تؤيد أن هناك صراعا بين تلك الأشياء التي تحرص على أن تضعها في مكانها المناسب إطلاقا. سبح اسم ربك الأعلى من بدايات السورة العظيمة، التسبيح. ولذلك أنت بحاجة إلى هذا التسبيح، بحاجة إليه في كل وقت، بحاجة إليه في كل المواقف التي ستمر بك. وقلنا بأن هذه السورة المباركة جاءت وخاطبت هؤلاء المؤمنين على ما كانوا يمرون به من ظروف صعبة وشديدة، تدعو إلى الشعور والإحساس بالضعف، غذت فيهم عنصر القوة المعنوية. على فكرة، القوة التي يغذيها القرآن ويعطيها ويبثها في نفوس المؤمنين به ليست قوة موهومة ولا قوة خيالية كما قال عنها المنافقون، غر هؤلاء دينهم إطلاقا. هذا ليس غرور، الغرور قائم على التزييف، قائم على البطلان، قائم على الإيهام والتخيل. ولكن الحقائق التي يبثها القرآن في نفوس المؤمنين به هذه حقائق، هذه يقينيات لا تقبل الشك ولا التردد. سبح اسم ربك الأعلى، فصلتك باسمك التي تقوم على التمجيد والتقديس والتوحيد له سبحانه في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، أثرها في نفسك أنها تعطيك شعورا بأنك أنت عالي الهمة، شريف المقصد والرسالة، عالي ورفيع الخلق والخلق. وتدبر معي في حديث قاله الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، حديث صحيح، إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها، توافه الأمور. وتدبر معي في الربط بين ما نقول من التسبيح والتمجيد والتقديس والتذكير بهذه القضية الجوهرية في حياة الفرد، وبين مستويات علو الهمة. العلو فيه جوانب مذمومة إذا كان يؤدي إلى التعالي على الخلق والترفع عنهم، هذا مذموم قطعا. ولذلك وصف به فرعون، قال إنه كان عاليا، كان عاليا من المسرفين. فرعون كان دائما يتشدق بالعلو، ولكن العلو المذموم القائم على استعباد البشر واستعلائه هو، قال أنا ربكم الأعلى. كل ما فعله من أفعال مع غيره واستعباد واستضعاف الآخرين لأجل أن يكون هو الأعلى. وتدبر معي في الربط وبين ما قلناه قبل قليل حول الحضارة المعاصرة، كلما زادت اختراعا وعلما وتقدما وتطورا، كلما زادت استعلاء على أمم الأرض واستضعافا لأمم الأرض التي هي أضعف، بحكم أنها تريد زعامة العالم وتريد أن تفرض زعامتها على العالم. الزعامة، القوة، السلطة تحتاج إلى استعلاء وانتفاخ فارغ مذموم، هذا كله مذموم، وذكره القرآن في مواطن كثيرة كما ذكرنا. حتى على بني إسرائيل قال ولا تعلن علوا كبيرا، ولكن أي شكل من أشكال العلو، فهذه جوانب مذمومة من جوانب العلو والاستعلاء.
الذي يصاحبه الاستكبار والتعجرف والغطرسة الفارغة التي كلها نهى عنها القرآن. إذن ما هو المعالي الأمور التي يحبها الله؟ علو الهمة، علو الرسالة، لأن رسالتك عالية، رسالة القرآن. مهمتك عالية، قال إني جاعل في الأرض خليفة. ومن ثم ما ستهتم به من أمور، وما سيشغل فكرك وعقلك وحياتك ويومك وتنفق عليه أنفس أوقات حياتك وأموالك وجهدك وتعبك ومواهبك، لابد أن يكون عظيما. تدبر معي في هذا المعنى العظيم، وتدبر معي في الربط ما بين الإحساس والشعور بأنك أنت وإن كنت ضعيفا، لا مال لك ولا ناصر لك ولا عشيرة تناصر وتدافع عنك ولا تحميك أمام صناديد قريش، ولكنك عالي، عالي بإيمانك، عالي بتمجيدك وتقديسك لخالقك سبحانه، عالي بنصرة الله لك ما دمت ناصرا له ولأحكامه، عالي بذاك التوحيد الذي أنت تؤمن به، عالي بدينك، عالي بهمتك، عالي بأملك، عالي بطموحك. تدبر معي في هذه المعاني. العلو ليس بالضرورة أن يأتي من خلال ما يتملكه الإنسان من أشياء مادية مطلقا، هذا يؤدي إلى العلو المذموم الذي تكلمنا عنه في فرعون، ولكن الذي يؤسسه القرآن في سورة الأعلى وهي من أوائل ما نزل، هذا العلو الذي نتكلم عنه، علو الحقيقي وليس الزائف الموهوم. عاليا في إيمانك. وتدبر معي، قال هذا عن هذا الدين، كيف وصف الدين؟ ليظهره، إن الدين عند الله الإسلام، لمن يقول ليظهره على الدين كله، أليس في ذلك علو وإعلاء لكلمة الحق؟ أكيد. كل شيء في هذا الدين وفي هذا القرآن العظيم يدعوك إلى الشعور بهذه المعالي. رسالته عالية، مقاصده عالية. الجنة حين وصفت وصفها القرآن فقال في جنة عالية. كتاب الأبرار حين وصفه قال كتاب الأبرار في عليين. تدبر معي، الفردوس الأعلى التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهلها هي في أعلى الجنة. تدبر معي في العلو، هذا العلو المحمود، الشعور بأنك أنت عالي. واحدة من أسماء الله جل شأنه وصفاته العلي العظيم. تدبر معي، جنة عالية، كتاب في عليين، وكل ما يتعلق بهذا الدين يقول لك ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ثم بعد ذلك تنظر إلى واقع بعض المؤمنين بهذا الكتاب وترى أن واقعهم داخل في قضايا سفاسف الأمور. يا ما معنى سفاسف الأمور؟ توافه الأمور. ومما يؤسف له حقا أننا بالفعل أصبحنا نعيش في عصر واحد من أغلب سماته هي التفاهة بكل أشكالها وصورها. على سبيل المثال، انظر إلى مضامين كثير من المسلسلات والأفلام والبرامج التي تعرض في الإعلام والتي ينفق عليها مبالغ طائلة. تدبروا معي، انظر إلى المضامين، مضامين تافهة مكررة معادة، لا جديد فيها ولا إبداع فيها ولا أي شكل من أشكال القيمة الحقيقية فيها. هذا شكل من أشكال التفاهة. ذكرنا في مرات سابقة عن الصور وثقافتنا وحضارتنا التي نعيش حضارة صور. انظر إلى مضامين الصور. الصورة هي ليست مجرد شكل ولا مجرد لون ولا مجرد تركيب ألوان ولا مجرد خلفية. الصورة لابد أن تعبر عن معنى ومقصد ومضمون،
والرسم كذلك، هذا فيه رسالة. ما هي رسالة الصور؟ ما هي رسالة الفن؟ ما هي رسالة الرسومات؟ ما هي الرسالة التي تقدمها؟ أي رسالة من ورائها؟ في عدد ليس بالقليل مضامين تافهة. انظر إلى الصور التي تنشر، كثير من الأحيان أقل ما يمكن أن يقال عنها، تصور طعام وتصور كوب القهوة وتصور الشكل وتصور. أنت حين تتساءل عن كل تلك العشرات المئات الآلاف من الصور، والبعض منها يأخذ مساحات ويأخذ مجالات كبيرة جدا من اللايكات والشيرات وإلى آخره باللغة الدارجة، ما قيمتها؟ ما مضمونها؟ كوب قهوة رسم عليه أو خطط عليه شكل سنبلة أو ما شابه، ثم ماذا؟ في النهاية هو كوب قهوة. صحيح مطلوب منك أن تهتم بالشكل والجمال وتنسيق وترتيب، ولكن أن تكون كل حياتك جريا وراء هذه الأشكال دون نظر في قيمتها أو معناها، أشكالها خطيرة جدا. مضامين الصور، مضامين الأشياء التي نفعلها، تريد شكل آخر من الأشكال؟ تعال إلى المؤسسات، مؤسساتنا التعليمية والتربوية والمدارس والمعاهد والجامعات. القيمة الحقيقية في المناهج، في المواد، في المقررات التي تطرح. كثير من الأوقات السعي الآن وراء قضية الجودة بمعنى الشكل، في بعض الأوقات ليس في الكل، ليس من التعميم، شكل الشيء، مظهر الشيء، شكل الامتحان أو المقرر الذي تقدمه أو الكتاب متسقا مع معايير معينة وضعت من هنا ومن هناك. ماذا عن المضمون؟ ماذا عن المحتوى الذي تقدمه؟ ماذا عن فائدة ذلك المحتوى في تخريج فرد صالح واع بمسؤوليته إزاء ذاته وأسرته ومجتمعه وأمته؟ ماذا عن عقله؟ ماذا عن بنائه العقلي والفكري والتكويني؟ ماذا عن طموحاته التي تبني؟ ماذا عن مستقبله الذي تعزز؟ يكاد يكون الاهتمام ضعيف أو ضئيل جداً إزاء كل تلك الأشكال والصور التي غلفت بها، غلف بها أداء مؤسساتنا التعليمية والتربوية والاقتصادية والإعلامية. الجري وراء الشكل، وراء الصورة، هذا شكل من أشكال أي شيء. سفاسف الأمور، تقول لي لماذا الشكل مطلوب؟ نعم، ولكن ليس على حساب المخبر، ولا على حساب الجوهر، ولا على حساب المضمون، ولا في تناقض بين الشكل والمضمون. على قدر ما أنت تهتم بشكل الشيء، لابد أن تهتم بأدائه، بمضمونه، بفائدته، بقيمته. أنا أتساءل، أتشتري سيارة فقط شكل وهي لا تشتغل ولا تعمل، صورة فقط لا تستطيع أن تتحرك بها ولا أن توصلك إلى غايتك ولا إلى أي مكان؟ هل هذا يعقل؟ أتشتري أجهزة مختلفة وتضعها وترصها هكذا أمامك ولا تعمل، فارغة، لا تؤدي وظيفتها؟ سفاسف الأمور. تدبر في الربط، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. أنت حين تتدبر في خلقك ستجد أن هناك عملية تسوية رائعة عظيمة. كيف يعني تسوية؟ كل شيء سوي لأجل ما خلق له، وهذا ينطبق ليس فقط على عالم الإنسان، الحيوان والنبات وكل شيء في الكون. ليس هناك شيء في الكون خلقه الله دون وظيفة، من أصغر شيء إلى أكبر شيء تتخيله.
وأنت حين تسأل علماء الأحياء وعلماء النبات يقولون لك عجبا عن ورقة من أوراق النبات لونها هكذا أخضر، وصحيح جميل الخضار فيه والاخضرار، ولكن ليس فقط للشكل، لا، له وظيفة يؤديها، خلق فسوى. تدبر معي في الربط مع التسبيح، في الربط بين الآيات في مفتتح السورة ومقاصدها العظيمة. فأنت إذن يا إنسان حين تصنع شيئا وتسويه، سواء كان منهجا أو كتابا أو عملا دراميا أو رسما أو شكلا أو وتنفق فيه مالا وجهدا وتوظف له أناسا، لابد أن يكون له قيمة، لابد أن يكون له وظيفة يؤديها، قدر فهدى وأعطى كل شيء خصائصه ووظائفه التي يقوم بها. حتى السمك في البحر والمحيط أعطاه ما خلق له، هداه لما خلق له، كيف يعتني بنفسه، كيف يعتني ببيوضك، أين يضع البيوض، أين كل شيء. أليس من العجب أن نأتي إلى عالم الإنسان الذي خلقه وكرمه وخلقه في أحسن تقويم، أعطاه العقل والمنهج وأنزل عليه القرآن وعلمه ما لم يكن يعلم، تراه لا يعلم لما خلق ولا يعرف كيف ينفق أمواله وأوقاته، فتنفق ملايين على الأشياء التافهة ولا تنفق على الأشياء المهمة، صحة والتعليم هذه أشياء أساسيات في حياة الناس والمجتمع. الدول المتقدمة المتطورة سبقت في كثير من النواحي هذه المجتمعات، من مجتمعاتنا العربية والمسلمة، تنفق أكثر الأموال على مؤسسات بحثية ومؤسسات تعليمية ومؤسسات صحية وتدريبية للإنسان، ونحن في بعض المجتمعات العربية المسلمة تنفق الأموال الطائلة على الأشياء التي قيمتها محدودة وبسيطة إن كان لها حتى قيمة، ولا تنفق على المؤسسات التربوية والتعليمية والصحية التي تعنى بتكوين الإنسان وعقله وفكره ونماء روحه وأخلاقه، تخصص لها ميزانيات ضعيفة. هذا لا يليق مع ما يقوله القرآن. تدبر معي في هذه المعاني. أنت تأتي إلى شكل آخر من أشكال علو الهمة، أين الهمة العالية؟ تعال إلى شبابنا، نحن لا نتكلم بلغة تشاؤمية إطلاقا، ولا يكون ذلك ونحن نتدبر في كتاب الله الذي يدعونا إلى التفاؤل والتبشير والسورة العظيمة، وهي في بدايات نزول الآيات والسور، في ظروف صعبة مليئة بالبشارات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمتي وكل المؤمنين بهذا الكتاب. أحلك الظروف، أصعب الأوقات، وفيها البشارات. تفاؤل قائم على حقيقة وواقع، وليس على زيف ولا على خداع ولا على تخيلات. أين علو الهمة؟ تأتي إلى بعض الطلبة في المدارس في الجامعات تسأل ما هدفك من التعليم؟ ماذا تريد أن تصبح؟ يقول لك وظيفة أتخرج وأعمل بها وتأتيني بالمال وانتهينا، وأحقق ما أريد من مكاسب وأشياء مادية. أين علو الهمة؟ أين علو الهمة فيما تخطط له وفيما تريد أن تكون في المستقبل وفيما تريد أن تحقق؟ تدبر معي في الكلام المروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله حين يقول إن لنفسا تواقة، راقية عالية، همة عالية تواقة تتوق إلى أي شيء، معالي الأشياء. وتدبر معي في شيء مهم جدا، النفس إذا كانت تترقى وتعلو وعلو الهمة فقط ينصب فيها في اتجاه واحد في الأشياء الدنيوية وإيثار الدنيا،
فهي كلما علت نزلت كما سنأتي عليه. كيف يعني كلما علت نزلت؟ إذا أصبح الغرض فقط من عملك وجهدك وأوقاتك فقط أن تجمع الأموال وتكدسها، أكيد هذا سيقابله نزول، نزول في كل المستويات، مستويات الصحة، مستويات الأسرة، مستويات الزواج، مستويات الاهتمام بالأشياء الأخرى، لأنك تعطي كل اهتمامك كل وقتك لجمع الثروة وتكدسها. تقول لي طيب الحل تعطي، تضع كما ذكرنا قبل قليل في البداية، تضع الأشياء في نصابها الحقيقي ومكانها المناسب. العمل له وقت، النفس لها وقت، البيت له وقت، وكل ذلك محاط بأجواء التسبيح والتقديس لله سبحانه والذكر الذي لا ينقطع، والإيمان ومعين الإيمان الذي يجدد فلا ينضب. تدبر معي في هذه المعاني حتى تصبح أعمالك وشركتك وسعيك وذهابك للعمل كله عبادة. تدبر معي في هذه المعاني، كيف يكون كله عبادة وأنت نيتك فقط وهمتك موجهة لجمع الأموال وجباية الأموال؟ تدبر معي في الربط، كلما اتجهت همتك وعلت واتصلت بمعالي الأمور وتاقت للآخرة وأدركت وأيقنت، والحقيقة هي كذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة، كلما جاءتك الدنيا وهي راغمة. تدبر في المعادلة، معادلة عجيبة لا يفهمها كثيرون، نفسك ترتقي وتطلب معالي الأمور ولكن تشتغل بكل ما هو أنت مكلف به في معاشك وآخرتك ودنياك، فإذا بهذه الأمور تأتي إليك، تأتيك الدنيا وهي راغمة، قلبك تعلق بالآخرة. ولماذا نريد قلوبنا أن تتعلق بالآخرة؟ حتى تعلو الهمم، لأن التعلق بالدنيا هو وراء انخفاض الهمم، هو وراء ما نعيش فيه، هذا التشبث والتشبث بكل ما يمكن أن يكون مادي لذاته وليس لأي غاية أخرى. إنسان ممكن أن يكون على سبيل المثال يريد أن يجمع أموالا ولكن لغاية عظيمة، لأجل أن يكون برا بأهله، برا بأقاربه، برا بأصحابه، برا بمجتمعه، يدعو في الخير في كل مكان حسب النية والهمة. تدبر معي في هذه المعاني العظيمة. هذا ونحن ما زلنا في بدايات سورة الأعلى، السورة التي تجدد معاني العلو، العلو الحقيقي، العلو المحمود، الشعور بأنك أنت فعلا عالي الهمة، ولن يكون الإنسان عالي الهمة إلا إذا أدرك تماما علو المهم التي لأجلها خلق. أنت خلقت لأجل شيء رفيع عالٍ، فكيف لك أن تكون همتك هكذا بدون علو؟ كيف لك أن تنفق أغلى شيء في حياتك، أنفاس الحياة، العمر، الوقت، في توافه الأشياء، في توافه الأمور؟ هذا لا يستقيم. كيف نستطيع أن نجدد في أنفسنا أولا ابتداء، وفي شبابنا وفي صغارنا وفي كبارنا علو الهمة؟ بعض الأشخاص أصبح غاية المنى لديه أن يحصل على أكثر أو آخر الهواتف النقالة حداثة، آخر الأشياء حداثة، آخر البرامج حداثة فقط، لأجل التفاخر والتباهي والتكاثر. ليس إلا، ما هكذا يكون الإنسان الذي خلقه الله فسواه؟ خلقك فسواك فسبح، انظر إلى خلقتك الجسدية وتكوينك العضوي،
وسبح الله سبحانه وتعالى. وأنت تنظر تدبروا معي كيف تصبح النفس والكون وسائط تعزز التسبيح والتمجيد والتقديس لله سبحانه. كلما نظرت في المرآة قلت يا سبحان الله، ولكن هذا التسبيح والتمجيد يأتي معه شيء آخر، أنه كما خلقك فسواك في خلقك العضوي الجسدي، عليك أنت أن تعتني بتسوية نفسك ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. هو ألهمك سبل التسوية لتلك النفس عقلا وباطنا وقلبا وفكرا وهمة بالمنهج الذي سيقرئه لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم القرآن. ولكن مطلوب منك أن تفعل ذلك في واقعك، تسوي حياتك وأفكارك وقيمك ومبادئك وأهدافك وغايتك في الحياة لأجل أن تليق بما تقوم به من توحيد وتسبيح وتمجيد لربك الأعلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.